قراءة نداء فاتح ماي بجهة ضلعة تفيلال. تفضل مشكورة. المرأة الفيدرالية الحاضرة معنا اليوم لتعبر إلى جنب أخيها المناضل أنها ضد كل المخططات التصفوية التي تهدف إلى تخريب أنظمة التقاعد والتي تهدف أيضا إلى الزحف على كل المكاسب. إذا اليوم عنواننا هو الصمود، عنواننا اليوم هو النضال، عنواننا اليوم هو المطالبة بحقوق جميع الفئات سواء كانوا ينتمون إلى القطاع العام أو القطاع الخاص. اليوم نجتمع هنا من أجل تحسين وضعية العامل والعاملة. اليوم في فاتح ماي نعبر ونقول نحتج على المخططات التصفوية للحكومة والتي تزحف على حقوق الشغيلة أيا كان انتماؤها. وحي تحية خاصة المرأة الفيدرالية الحاضرة معنا اليوم التي بدونها لا يمكن أن نحقق المطالب، والتي ندعوها إلى الالتفاف حول إطارنا العتيد إطار الفيدرالية الديمقراطية للشغل حتى انتزاع المطالب. تحية نقف هنا وقفة رجل واحد من أجل أن نطالب بالعدالة المجالية، من أجل أن نطالب بالحق في الشغل، من أجل أن نطالب بتحسين وضعية العامل والعاملة، من أجل أن نعبر عن احتجاجنا على ملء صناديق التقاعد من جيوب المنخرطين والمنخرطات بعد أن نهبها من لم يعاقبوا ولم يسألوا حول هذه الأموال، بل كان الحل السريع بالنسبة لهم هو نهب جيوب الشغيلة وملء الصناديق من جيوبهم حتى تكون كلفة الإصلاح على حساب تفقيرهم وعلى حساب أجرتهم الهزيلة. من احتجاجها على الكيفية التي تعالج بها الوزارة الملفات، جميع الوزارات تعالج بها ملفات الشغيلة، تحتج على الحوار الاجتماعي المغشوش، تحتج على جميع أشكال الفساد التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة، لأن الشغيلة أبدا لن تقف ساكتة أمام كل هذه الإجراءات التصفوية في حقوق في حق مكتسباتها وفي حق تقاعدها أيضا. إذا تحية لكم جميعا. لجميع إخواني في تنغير الذين استقبلونا اليوم هذا الاستقبال استقبالا بحفاوة، استقبال المناضلين، استقبال الفيدراليين، فتحية فيدرالية نضالية لكم، ونحن معكم كتنسيق من داخل جهة درعة تفيلالت حتى تحقيق المطالب. لكل الجماهير التي لبت نداء الفيدرالية إلى مدينة تنغير العزيزة للاحتفال بهذا العيد العمالي. عيد بأية حال عدت يا عيد، هذا العيد الذي تخلده الطبقة العاملة المغربية ومعها الشعب المغربي في ظل أزمة اجتماعية تزيد يوما عن يوم، وفي ظل تيه حكومي لا يلبي انتظارات هذا الشعب المغلوب، وحكومة لا تلتزم بما رفعته من شعارات. نخلد عيد الشغل في ظل أوضاع اجتماعية عنوانها طبعا